والله وإن كانت هناك منا والله إن كانت هناك منا نفحات فتلك هي نفحات الراحل الكريم عليه رحمة الله. ما استعجلوش الشيخ علي حسيني إن شاء الله هيطلع بعد شوية. معنا الآن نشكر أولا فضيلة القاري الشيخ محمد مهدي شرف الدين، وأجدد التحية لحضرتكم وأرحب ببعثة التخطيط الديني بإذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية وعلى رأسها أستاذنا الأستاذ علي مسعود السهيد وفضيلة أستاذنا الأستاذ محمد جمعة والأستاذ رشدي سلامة رشدي، وأرحب بالإعلام أستاذنا الشيخ محمود إسماعيل الشريف وأستاذنا الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل والشيخ عبد اللطيف وهدان والسادة الإعلام في دنيا التلاوة. الآن يتفضل الابن العزيز الذي أشاد به فضيلة الشيخ حلمي الجمل مؤخرا، فليتفضل فضيلة القاري الشيخ الذي يرتدي عمامة إمام الدعاة إلى الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، يتفضل القارئ الإذاعي الشيخ عبد الناصر حرك ليمتعنا بهذه الآيات إن شاء الله. وهو الذي جعل الليل
اكبر افتح عليك. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن عاملين ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. سلم يا رب سلم بلا شرها يا رب حسيني حسيني. إن عذابك كان غراما إنما ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما. Thank you.
والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يا عيني يا عيني إذاعة وعي أمال إيه كربلوه ولا يقتلون النفس التي حرم الله
صدق الله.